حفيظ واحد من المنفيين هو الشيخ الطلبي، وهذا حفيظ تاعو يسموه الطلبي، وهذه الأسلحة هذه حاربوا بها جدودكم. هاي ولا مسها هذه حاربوا بها جدودكم، وكانت في الدائرة تاع مليان ربي طول عمره. عمي ما تعمد في كرادي شاك هذه هنا، وقتلوه فما ودوا السلاح تاعه الله يرحمه، وجدي راح وامه واخوه الله يرحم الشهداء. الله يبارك فيكم، بارك فيكم، ربي ينوركم ان شاء الله. التاريخ الى اخره، الله يبارك فيكم ان شاء الله بالبركه. التاريخ تاع الجزائر عمره ما يموت ان شاء الله. ان شاء الله يبارك فيك. صحيح صحيح، الله يبارك فيك.